السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وهذا واحد السؤال على ثاني الام ديالي الله يرحمها. انت عزك الله واحد الكلب عندنا مربيين وكان عزيز على تطلع فيه وتوكلو وتشربو. نعم. واحد النهار ثاني حنا كنا غادي نزوروه في القبر ديالها, حنا شويه ما لقيناش هذاك الكلب, قلنا ورجع على الدار ملي مشينا لقينا واقف على الراس ديالها. سبحان الله العظيم. واش زعما واش شم الريحه ديالها ولا حيت كانت تحن عليه ولا شي حاجه ولا إيه. اش كيبغي؟ انا نتعجب وقلنا شوف سبحان الله, مع وما عمرنا شاف القبر ديال الام ديالي ولا حتى حاجه. سبحان الله. لقيناه قدامنا تما كنا قال حضر القبر ديالها. الله اكبر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كذلك هذا الكلب اللي ربته الام ديالك ومن بعد لقيتو كيسبقكم مشي للقبر, هذه معروف ان الكلاب فيهم الوفاء. ربنا عز وجل مدح الكلب في كتابه العزيز, تكلم عن أهل الكهف وقال ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم, ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب, ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 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 كلبهم. لماذا مدح الله تعالى كلب أهل الكهف؟ قالوا لأنه صاحب الصالحين. الكلب الذي يصاحب الصالحين يكون عنده قيمة عظيمة عند الله تعالى. أكيد أن الولد كان صالحة وانتم صالحات, وهذا الكلب راه فيه الوفاء. معروف أن الكلب تيقولك اللهم رزقنا أخلاق الكلب. دوك المربون والمريدون كيكونوا عند أهل التصوف, حينما يكون الناس فيما بينهم كيقول لي اخلعنا عليك اخلعنا عليك إنك بالباب المقدس طوى. حيد الصباط ديالك, ماشي هو المعنى حيد الصباط ديالك, وإنما حيد الذاتية ديالك. ديك الأنا, ديك الكبرياء, داك العزة اللي فيك حيدو, عاد جي جلس معنا. وحين ما تجلس معنا كيقول لك تخلق بأخلاق الكلب. ما هي أخلاق الكلب؟ لا غير يسمعها غير ينفر, يقول لي وحشك سيدي حشك. لا, المقصود بها أن الكلب فيه الوفاء. فإذا كنت مع أصحابك ومع جلسائك فكن وفيا, إذا سمعت شي حاجة استرها ولكت مزيانا انشرها, وكن قنوعا. الكلب فيه القناعة, اللي عطيتيك يقول لك بسم الله, ولا ما عطيتيش كيبغي يشوف فيك ويحضر عينيه ويزيد, ماشي يدير لك وقفه احتجاجيه ويجيب لافته ويقول لك حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموني, وكتعود فوضى وكتعود كذا. لا, من صفاته القناعه ولو بالقليل. ثم انه من صفاته هذا الكلب انه يجلس في اخر المجلس, لان اللي كيجي القدام للمجلس هما الكبراء, فيهم ربما عزة النفس واعتداد بالنفس, خصو يريح القدام يشوفوا الناس كلهم. الكلب في تواضع كيرجع النور يريح. هكذا كيقول لك خصك تكون عندك اخلاق الكلب, انك لا تتخطى الرقاب ولا تتخطى الصفوف, واقنع بما شئت. راه الكلب كانوا كيعتبروا الصالحين قدوة, يقول اللهم خلقنا باخلاق الكلاب فيهم الوفاء وفيهم الصدق وفيهم القناعة بالقليل, واذا غاب عنه صاحبه لا ينساه, كيبقى يذكره بالخير. البشر بالعكس, البشر غير تموت ينساك, كيحضر لك غير العشاء ومن بعد ما بقاش يذكرك نهائيا. هذا كلب فيه وفاء, سبقكم للقبر وحس بالفقيده كانت به رحيمه وكانه ينعي انها توفيت. نسال الله تعالى ان يرحمها رحمه واسعه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.